طبعا فيكن تلعبوا ببجي موبايل مع اي كنترولر، بس لازم يكون عنده بلوتوث ان كان للبلاي ستيشن ولا للاكس بوكس. بهذا الفيديو رح فرجيكن كيف فيكن تعملوا هيدا الشيء، اي برنامج بتعوزه وكيف بتبرمجوا التليفون. هيدا الشيء سهل كتير، ما تنسوا تتابعوا الشانل، واذا عندكم سؤالات اكتبوه بالكومنتس. يلا خلونا نبلش. اول شيء لو سمحتوا بدي اياكم تغيروا لغه التليفون على الانجليزي، وبس نخلص فيكم ترجعوها على اللغه اللي بدكم اياها. اول شيء بدنا نروح هلا على البلاي ستور، وبالبلاي ستور بدنا نكتب من فوق مانتس جيم باد برو. بس نكتب من فوق مانتس جيم باد برو بيطلع لنا هذا البرنامج، وبتكبسه على انستال لتشارجو على التليفون. اوكي، بس تخلصوا هذا الشيء بتلاقوا هيدا البرنامج هون بهيدا الشكل. هلا قبل ما نفتح هيدا البرنامج بدنا نروح على السيتنجز، وبس يفتح السيتنجز بدنا ننزل لتحت، وتحت بدنا نفتح الديفلوبر اوبشنز. طبعا اول شيء ما حتلاقون هون، بدكم تكبسوا على اباوت فون هون، تكبسوا هيدا الزر، تنزلوا لتحت وبتكبسوا على سوفت وير انفورميشن. وعند سوفت وير انفورميشن بنلاقي البيلت نمبر، نحن بدنا هيدا الشيء. هلا اذا عندكم تليفون غير السامسونج يمكن لازم تلاقوا البيلد نمبر بمطرح تاني، بس تلاقوا البيلد نمبر تكبسوا عليها شيء 9 مرات وبيجيكم مسج انه انفتحوا الديفلوبر اوبشنز. وهيك بس ترجعوا بتلاقوا الديفلوبر اوبشنز هون من تحت. هلا بس تخلصوا هذا الشيء، بس تخلصوا بتفتحوا البرنامج مانتس جيم باد برو، وبس تفتحوا بتلاقوا هون انه اول شيء ببلاش، وبعدين لازم تدفعوا 7.5 أورو مرة واحدة. بس باخر الفيديو بفرجيكم كيف فيكم دائما تستعملوه ببلاش اذا بدكم. هلا بس تفتحوا البرنامج بتلاقوا هون تاب تو ستارت مانتس بادي، لازم تدوروا البرنامج اول شيء، وبعدين تعملوا كونكشن للكنترولر شو ما كان يكون، المهم انه بالبلوتوث تعملوا كونكشن مثل العادة. اوكي، هلا بنكبس على تاب تو ستارت مانتس بادي. بس نكبس هون منشوف 1 2 3 4 5، بدنا نعمل كم غرض لنقدر نشغل البرنامج. اول شيء بدنا نشغل enable floating widgets، بس تكبسوا على هذا الزر بياخدكم لعند هذا المطرح، وهون بتلاقوا البرنامج مانتس جيم باد برو وبتكبسوا مرة عليها وبترجع. اوكي، هلا صرنا على تاني خطوة. هلا بدنا ندور ال USB debugging bit developer options، نكبس على enable، بدنا ندور developer options first. هلا نحن دورناهم فرح نروح بهذا الشكل على developer options، وبدو ينا ندور USB debugging. هون بتلاقي ال USB debugging، تكبس عليها اوكي ونرجع. نرجع نفتح مانتس جيم باد، وصرنا بثالث خطوة. هلا بدنا ندور allow screen overlays on settings، بنكبس enable، عم بيرجع يقلنا روحوا على developer، بنروح على developer option، بندور بندور على allow screen overlays on settings، ندور هذا الشيء ومنرجع منروح على مانتس جيم باد برو. نكبس هون هلا لأنه شعلنا هذا الشيء، بنكبس على mark is done. yes. رابع غرض بدنا نشعل wireless debugging، بدنا نرجع نروح على settings developer options، ومندور هون الوايرلس ديبجينج. الو، دورنا الوايرلس ديبجينج، بنرجع على المانتس جيم باد برو. وهلا بدنا نعمل ستارت بيرنج، وبدنا نضيف كود ستارت بيرنج. بدنا نروح على السيتنجز هون، بننزل على ديفلوبرز اوبشنز، وبنروح لعند wireless debugging. ما بنكبس على الزر الازرق، بنكبس على الاسم، وهون في pair device with pairing code، بنكبس عليها
وهون طلع لنا هيدا الكود. هيدا الكود هلا بدنا نحطه هون 2 3 1 6 5 1 2 3 1 6 5 1 وبنكبس على بار. هلا عم بيدور البرنامج، البرنامج اتدور، نسكر هاي وبنرجع لهون. هلا بس نرجع هون لورا بنشوف مانتيز بادي كونكتد، وهلا صار هذا البرنامج اللي بخلينا نلعب ببجي موبايل بالكنترولر شغال. لو سمحتوا ما تنسوا اذا عجبكم هذا الشيء تابعوا الشانل، واذا عندكم سؤالات اكتبوا تحت بالكومنتس وانا بجرب جاوب على الكل. هلا منا حيال اي كنترولر انتم عم تستعملوه لازم تعملوا له الكونكشن بالبلوتوث. مثلا بهذا الكنترولر بنكبس البلاي ستيشن بوتن وهذا الزر، بنكبس على سكان، وهون بتلاقوا دوال سنس وايرلس كنترول، بتكبسوا على الدوال سنس بير، وهلا تركب الكنترولر على التليفون لنقدر نلعب ببجي موبايل بالكنترول. هلا نحن دورنا البرنامج، ركبنا الكنترولر على التليفون، وهلا بدنا نضيف اللعبه. بنكبس على اد جيم، وهون بس ننزل لتحت بندور على لعبه الببجي، وبنرجع. هلا صار هون في لعبه الببجي، وصار فينا ندور لعبه الببجي لنجربها. هلا كاتب لنا عنا 10 كريدت، فينا نلعب 10 مرات ببلاش. باخر الفيديو هلا بفرجيكم بقلكم كيف فيكم دائما تلعبوا ببلاش اذا بدكم. لونش جيم لندور اللعبه وفرجيكم كيف منبرمج الكنترولر. هلا دارت لعبه الببجي، لنروح على التريننج جراوند وفرجيكم كيف فينا نبرمج الكنترولر. يلا هلا مثل ما شايفين نحن بالتريننج جراوند والكنترولر بعده مش شغال. هون شايفين في هيك زر اخضر فيكم تكبسوا عليه، بس تكبسوا على هذا الزر فيكم تضيفوا الزرار على الشاشه مطرح ما بدكم. مثلا انا هلا بدي اضيف اول شيء الليفت ستيك، بنكبس هون بيطلع هيدا هيك، وفيني زيحه وحطه هون. هلا اذا بسكر هذا البرنامج صار فيني امشي، صار فيني اتحرك. اوكي هلا بدنا نضيف الزرار، بدنا نضيف الار، الار بنحطه هون هون لنقدر نشوف، وبدنا نضيف هول الزرار للقوز مثلا. هلا بكبس هون بيطلع هيدا الزر، هون بكبس اد كي بيرجع بيطلع الزر هون، وهيك فيني زيحهم وحطهم مطرح ما انا بدي. برجع بكبس على بكبس هيك، بعد مرة بكبس على هيدا الزر. وهلا نسكر هاي لنشوف هيدا R2، الزر R2 بدي اياه للقوس، الزر L2 بدي اياه لأعمل سنايبر. بعدين المطلد بدي اياه لينبتح الدائر، بدنا اياه ل يقرفس الاكس لينوت، والمربع ليرجع على يعبي الفرد. بس لنمشي هلا ونشوف وين بالضبط. ومثل ما شايفين صار فيني هلا امشي، فيني اتحرك، فيني نقل سلاح، فيكم تحطوا كمان زرار هون، بس انا ما بحبش احط الزرار هون، بستعمل ايدي شوي. هلا صار مع سلاح، وبدنا نجيب هيدا ال L2 يعني هيدا الزر، نزيحه ونحطه هون لنقدر نقنص هيك ومنقوس هيك مثل ما شايفين. شايفين؟ يعني صار فينا نمشي، نطلع، نركض، شو ما بدكم. وفيكم تحطوا الزرار مطرح ما بدكم بهيدي اللعبة وبأي لعبة تانية غير الببجي كمان. شايفين؟ مثل ما شايفين القصة منا صعبة نهائيا. إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوا تتابعوا القناة، وإذا عندكم سؤالات اكتبوها بالدسكريبشن.
وهلا لكم كيف فيكم تستعملوا البرنامج بدون ما دائما تدفعوا حقه اذا بدكم تجربوه. اول شيء مثل ما شفتوا اول البرنامج كان فيه 10 كريديت اول ما حطيناه على التليفون، بتمحوه بترجعوا بتحطوه على التليفون بيرجعوا لكم العشر كريديت ببلاش. يعني مثل ما عبالكم بتمحوا البرنامج وبتحطوه من جديد. بالنسبة للبرنامج لتعرفوا كيف فيكم تستعملوه ببلاش او فترة طويلة، مثل ما شفتوا لما دورنا البرنامج وكان بدنا نبلش نلعب كان في 10 كريديت، يعني 10 مرات فيكم تدوروا ببجي وتلعبوا بهذا الشكل، غير هيك بدكم تدفعوا 7 اورو او دولار ونص مرة واحدة. اوكي، اذا بدكم دائما تستعملوه فترة اطول لتجربوا البرنامج فيكم دائما تمحوا البرنامج وبترجع بتحطوه من جديد على التليفون، وهيك بيرجعوا لكم 10 كريديت من اول وجديد. اوكي، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. اذا عندكم سؤالات اكتبوه تحت بالكومنت، تابعوا للشانل وبالمستقبل بعمل فيديوهات جديده بالعربي اذا عجبتكم القصه. يلا باي.